اصحابي عاملين ايه؟ اهلا بكم في قناة العابي، يلا نلعب يا اصحابي. ازيكم يا اصحابي، عاملين ايه النهارده؟ جايبه لهم ايه بقى يا يارا؟ عربيه. عربيات بناتي. ده الوانها جميله قوي قوي العربيات دي يا ريري. عندها لات بناتي. دول عربيتين توأم ولا ايه؟ اخوات. توأم. طب تعالي بقى نفرجهم لاصحابنا كده، نشوف اول عربيه لونها ايه دي يا يارا؟ لونها ايه يا اصحابنا؟ لونها بامبي. انا بحب العربيات البامبي قوي. انا بحب عربيات بناتي جميله، ومرسوم عليها كمان، ده في ستيكرز عليها كمان، عليها بنانات حلوين قوي. هانا مونتانا، دي هانا مونتانا كمان. دي عربيه هانا مونتانا. واو دي جميله قوي. لا سيبي دي، خلينا نشوف الاول دي كده. ودي كمان ايه؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه الصوت ده؟ دي ايه ده؟ صوت العجل بتاعها جميل، صوت العجل بتاعها ده ظاهر انها عربية سريعة قوي. واو. بتمشي بالضغط. واو. طب هاتي هاتي كده تاني. هنعمل سباق. طب هنعمل سباق بس مش دلوقتي، نعرف الاول لاصحابنا العربية دي لونها ايه. هي كمان زرقاء صح؟ لونها ازرق، وبرده عليها صور هانا مونتانا بتاعت الايه، افلام الكرتون، وبتاعت الايه، الحاجات الاطفال، مسلسلات الاطفال الجميله. وكل عربيه ليها الايه، الرقم بتاعها ورا يا اصحابي اهي. 1 3 9 9 8 صح مظبوط. طب ودي رقمها ايه كمان؟ 1 3 9 9 8. ايه ده؟ ده نفس الرقم. ده الاثنين شايلين نفس الرقم يا اصحابي، ده فعلا توأم اخوات مش كده ولا ايه؟ العربيات جميله قوي. واو شوفوا عينيها جميله جميله، والاكسدام بتاعها لونه ابيض جميل، كلها الوان جميله، الوانها الوانها بناتي جميله قوي قوي يا اصحابي. طب ايه رايك بقى نمشيهم كده مع بعض نشوف هيمشوا ازاي؟ انا مسلت. تاخدي البامبي؟ طيب ماشي، انا هاخد الزرقاء. واو هنبدل تاني بقى. لا استني كده، دخلتوهم في بعض ما دخلوهمش في بعض. واو يلا تاني. الله لحظة، يلا الثانية. اوكي ماشي مش مشكلة، يلا اعملي من هنا كده يلا. 1 2 3. انا بامبي اللي سبقت برضه. ماشي هنشوف برضه كده، شوفي هنضغط عليهم ازاي. لا بطيئة. غش. لا بطيئة بطيئة، دخلوا في بعض. طب يلا ماشيين في بعض، لازقين في بعض خالص. انا البامبي اللي ايه اللي سبقت. الزرقاء، الزرقاء اللي طلعت زي الطلقة. الزرقاء وقعت. يلا هوبا، دخلوا في بعض ولا ايه دول؟ دول دخلوا في بعض. يلا بقى. دي جاية ايه؟ جاية بسرعة بسرعة بسرعة. واو. حاسة ان كده هتخش فيه، كل شوية هتخش فيه ولا ايه؟ ايه فرق ده؟ الاكسبار لزق في بعضه، ما ينفعش كده يا جماعة. بالراحة بالراحة، لا كده مش سباق بقى. أي أي العربية بتاعتي دي بتجري على طول، بتجري على طول سريعة. أخد أنا البامبي بقى شوية، تاخدي أنت الزرقاء. ماشي. واو يلا يلا. أي لا لا العربيات دي جامدة فعلا يا جماعة، العربيات دي فعلا جميلة. لازم ايه العربيات بتاعتنا الحلوه تركب فيها بقى وتعمل مشاوير البنانيت بتاعتنا الجميله صح؟ عندنا عرايس جميله هتركب في الايه، في العربيات دي المره الجايه.
واو، ويعملوا بيها رحلات ويطلعوا بيها خروجات بقى بره. ما تسمع دي. واحلى حاجه في العربيات دي ايه؟ تقولي ايه احلى حاجه لاصحابي في العربيات دي؟ اللي هي بتجري بسرعه. وايه تاني؟ وايه كمان؟ ان هي بتجري بسرعه. وايه كمان؟ وشكلها جميل. وشكلها جميل. وحاجه كمان، وان هي مفتوحه من فوق ومن الجنب، مفتوحه من كل حته، يعني حلوه في الصيف قوي، يتدخل هوا وتمشي بيها بقى. ايه يا سلام، زي العربيات. عربيات جيب. بس النونو ممكن يقع. دي عربيات جيب، اسمها عربيات ايه؟ جيب. جيب، عربيات جيب مفتوحه، جميله قوي قوي. بس ممكن النونو طنط شايله يقوم واقع. طب مش هيقع ولا حاجه لما يبقى قايل ورابط الحزام. وفي هنا مكان كمان تحطي فيه ايه؟ الشنط بتاعكم بتاعتكم حطوها هنا كمان، مظبوط؟ يعني الركاب يقعدوا هنا والشنط بتاعتهم هنا. ممكن كمان حد يقف لو عايز يقف بقى من هنا يبص ايه على الطريق وكده. تبقى ايه دي مناسبه قوي للرحلات والمصايف والحاجات اللي ايه، الفسح والخروجات بتاعه الصيف طبعا. مش كده؟ يلا بينا، يلا يمشوا تاني بقى. واو واو، لحقتي العربيه دي جامده. لا 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 كده كده هتعور، انا كده هتعور. وانا هتعور. اتمنى يا اصحابي ان لعبتنا النهارده تكون عجبتكم، وان انتوا تشتركوا في القناه وتعملوا شير ولايك وايه كمان، وتعملوا وتشوفوا كل فيديوهاتنا اللي فاتت وايه كمان، وتكتبوا لنا في التعليقات العربيات بتاعت البنات عجبتكم ايه ولا لا، عربيات الجيب بتاعت البنات دي عجبتكم ولا لا. باي يا اصحابي، باي باي. باي باي.